بنبتدي معاكم يومنا من ميدان الجمهورية، اتبنى سنة 1926. الميدان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي هنا يعتبر احد المعالم الرئيسية في يريفان العاصمة، عاصمة ارمينيا. يريفان عاصمة ارمينيا، احدى عواصم ارمينيا عبر العصور. اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده امامكم هو المتحف الاساسي لارمينيا داخل ميدان الجمهورية. ميدان الجمهورية طبعا زي ما قلت لكم هو الميدان الرئيسي. هنوصل دلوقتي ورايا على طول في اول بناية بنت في هذا الميدان سنة 1926، واللي بدأ ورسم وصمم هذه البداية أحد المهندسين المعروفين جدا في أرمينيا، هو كان يعيش في سانت بيترسبورغ وطلب أنه يجي مخصوص ليريفان علشان يصمم ميدان الجمهورية ويكون يعني علامة من علامات المدينة اللي تم الإعلان عن استقلالها سنة 1918. كان اسمه ألكسندر تمانيان. ده كان زي ما قلت لكم جه خصيصا من سانت بيترسبورغ في روسيا علشان يصمم هذا الميدان. أول بناية حكومية هي اللي ورايا مباشرة. بعد شوية هندخل على اليمين كده هيبقى باين قدامنا أقدم بناية ورا شوية، يمكن حضراتكم شايفينها، هي دي اللي تم إعلان استقلال جمهورية أرمينيا منها. الأجزاء اللي بتشوفوها حضراتكم دلوقتي دي اتبنت بعد كده في الخمسينيات من الستودنتس بقى أو من تلامذة ألكسندر تمانيان اللي أنا قلت لكم عليه، لأنه هو بدأ الاركيتكتشر في أرمينيا أو في المعمار الهندسي، مستوحى طبعا من التاريخ ومن التراث ولكن بشكل أكثر حداثة وعصرية في وقتها. زي ما انتوا شايفين دلوقتي بيركبوا شجرة الكريسماس، لان احنا قربنا على الاحتفالات باعياد الكريسماس، ودي هتبقى الشجرة الرئيسية اللي هيتزين بيها الميدان في الاحتفالات اللي كمان كام يوم ان شاء الله. تقف انت هنا في الميدان تحس بصلابة هذا الشعب، بصلابة هذا الشعب اللي الحقيقة يعني تندهش من قد ايه هو واعي للظروف السياسية اللي موجودة ومثقف، عارف كل تفصيلة بتحصل في الشرق الأوسط، فاهم كل حاجة بتحصل في مصر، متابعين الأحداث بشكل كبير، وده شيء الحقيقة تندهش له وانت بتتعامل مع أهل أرمينيا. اللي أجمل من ده كله التفاصيل وجمال التفاصيل وروح التفاصيل والنظافة اللي موجودة في هذا المكان. احنا كمان نقدر نوصل لهذا المستوى من الرقي. عايز اقول لكم ان البلد دي مش بلد غنية ماديا، ولكنها بلد غنية باهلها وبثقافة اهلها وباخلاق اهلها وحب اهلها لبلدهم. قد ايه بيحترموا النظام، قد ايه بيحترموا القانون، قد ايه بيحترموا الجمال، قد ايه عندهم فن. احنا كمان ممكن نكون كده، ودي حاجة الحقيقة تسعد. تلاقي الناس ببساطة شديدة بتحترم المكان، تلاقي كل واحد محدش بيكسر إشارة، محدش بيرمي ورقة، محدش بيتعدى على حد. كم الأمان اللي موجود هنا في البلد، يقولك لو نسيت شنطتك على الرصيف ترجع بعديها بعشر ساعات تلاقيها في مكانها، محدش هيحط إيده عليها. أرمينيا بلد مختلف، هنبتدي نعرف تاريخه في اللقاء اللي هتسمعوه دلوقتي. نفسنا كده في كل حتة في مصر يبقى احنا كمان عندنا دكك ونقعد كده ونتكلم ونعرف عن التاريخ مع الأستاذ خاتشيك جوزيكيان. هو أحد الأرمن اللي عايشين هنا ولكن هو من أصول سورية، علشان كده احنا هنتكلم معاه بالعربي. أهلا بيك. أهلا وسهلا، شرفتوا فينا. أهلا بأرض يريفان، أرض التراث، أرض الأجداد، وأهلا فيكم. ونحن دايما بترحيب كل العرب الموجودين في جميع أنحاء الدول العربية، أهلا وسهلا فيكم. أهلا بيك. احنا عرفنا أن الميدان ده كان من أهم يعني الميادين اللي موجودة في يريفان، وله مغزى تاريخي كبير، لأن من هنا من المبنى اللي جنبينا ده تم الإعلان عن استقلال أرمينيا. ادينا نبذة تاريخية عن هذا الميدان وعن تاريخكم. طبعا مدينة يريفان من أقدم مدن العالم،
التاريخ بيثبت عنه انه حسب الاثار الموجوده داخل ارمينيا، الاثار كلها موجوده طبيعيه، ما هي مستورده، كلها موجود بيريفان، عمره 2996 سنه، التاريخ موجود طبعا. سنة 1918 أول استقلال أرمينيا، عن الاستقلال العثماني، فقد حرروا الأرمن الأرمينيا، وأعلن رئيس جمهوريته في آنوات أرم مانوكيان زع أول ميثاق عن استقلال أرمينيا، واللي ما طول كتير طبعا بسبب الحرب العالمية الأولى. بعدين 1921 احتلت الجيوش الروسية طبعا يريفان أرمينيا بكلها، وصار تحت حكم الاتحاد السوفيتي الكبرى. وهون نحن قاعدين هلأ بميدان التحرير اللي بنوها سنة 1926، كان اسمها ساحة لينين آنذاك. ايوه ساحة لينين. ده طبعا كان بعد ما الروس دخلوا ارمينيا في 21، في سنة 1921، وكان تمثال لينين موجود بالساحة. ولكن سنة 1990 وقت اللي استقلت الدول الروسية اللي كان تحت حكم الاتحاد السوفيتي، طبعا انشال التمثال وصار اسمه ساحة التحرير. انتوا دايما بلاقيكوا في وسط صراع القوى الاكبر، يعني تم احتلالكوا من الدولة العثمانية، تم احتلالكوا من الاتحاد السوفيتي، كان تم احتلالكوا من الفرس قبل كده والرومان ايضا. في وسط هذا الخضم، يعني كيف حفظتم على هويتكم، على لغتكم، على صمودكم وصبركم بالرغم من ما عانيتوا منه؟ طبعا الأرمينيا واقع كان من قديم الزمان بين صراع الفرس والروما. طبعا وكيف كان يهجم الرومان على الفرس ويقع أرمينيا بين الأجرين، وبالمقابل نفس الشيء كان. بس دائما كان الأرمن صامدون لأنه بحبوا أرضهم، بحبوا وطنهم كان، ودائما بيدوروا على حل وسط أنه يضل أرمينيا ثابتة، شعب أرمني ثابت. اليوم إذا طلعنا للتاريخ منشوف أنه من أقدم الشعوب الموجودة في العالم واللي محافظ على لغته وتراثه هو شعب أرمينيا. منشوف دول كتيرة انمحوا وانقرضوا عن وجه الأرض بس منضل أسامي، لكن اليوم موجود الأرمن تقريبا 15 مليون نحن بجميع أنحاء العالم، 3 ملايين ل 4 ملايين نسمة موجود في يريفان، ومنحافظ على تاريخنا ومنحافظ على لغتنا ومنحب وطننا. صمدتوا بالرغم من كل شيء، وكانت مقاومات اللغة والدين والثقافة والهوية والفن أحد أدوات هذا الصمود. يعني أنا برضو بيستوقفني أنه لم ينكسر الشعب الأرمني. يعني لما بنسمع عن الإبادة في الحرب العالمية الأولى للأرمن اللي كانوا موجودين في المنطقة اللي تحت الحكم العثماني، وإنكم تم تهجيركم بشكل رسمي وبشكل ممنهج، يعني وبشاعة التهجير ذاته في الصحراء حتى يموت الأهالي من الجوع، ولحد النهاردة يعني ما عندناش مقابر غير مقابر جماعية مش كاملة، لأن 1.5 مليون. أنا من سوريا وأهلي جايين من تركيا، أهلي جايين من تركيا إلى سوريا بعد المذابح 1915. قسم منهم راحوا إلى سوريا، وقسم منهم دخلوا للعراق، وقسم من الأرمن راحوا لمصر لإسكندرية. طبعا الشعب الأرمني صامد لأنه هو عنده عقيدة واحدة، كل ما أجت مصائب هو له القدرة الإلهية اللي بقدر بصمد وباللي بقدر بيخترع وبيخلق الجو اللي كان عايش فيها.
مثلا نحن في سوريا بعد المذابح الأرمنية أجت أهلي موجودين كانوا في سوريا وبنوا المدارس، أكثر من 11 مدرسة موجود في حلب، أكثر من 150 ألف نسمة كان موجود في حلب، كان عندنا كنايسنا، علمنا، ثقافتنا، كل شيء كان تراثنا موجود، جبنا معنا وأسسنا بلد جديد، موطن جديد. وهلأ نحن موجودين في يريفان، كمان قبل 3 سنين وقت اللي بدأت الحرب في سوريا كمان تهجرنا، كمان من قبل تركيا، لأنه تركيا هو الداعم الوحيد كان بالحرب داخل سوريا مثل ما شايفين هلا حاليا. كمان الأرمن تهجروا، في تقريبا 12 ألف أرمني اليوم موجود في يريفان. كمان جينا لموطننا الأصلي، كني الله كاتب علينا أنه كل 100 سنة لازم يكون مجزرة كبيرة حتى نحن نتذكر وين موجودين. كان العقبة الرئيسية للشعب التركي أنه يشيلوا الأرمن عن الوجود لكي يحتلوا الموقع، يفتحوا حدود من إسطنبول إلى حدود الصين ليكون الترانيزم الكامل. نحن منقول الحكم العثماني الكامل اللي بيبدأ من إسطنبول وبنتهي على حدود الصين. الدول التركمانستان تاتارستان هذو كلهم نفس العرق هنين. العقبة الرئيسية بيناتهم للمخطط تبع الحكم العثماني هو أرمينيا اللي مثل الصيف نازل بالنص عندهم. وسنة 1988 يوم استقلال ناغورني غارابا كمان صار عندنا مذبحك، وبعدها أخذ ناغورني غارابا استقلاله لأنه كان حاسس أنه بده يكون مذبحة تانية كبيرة نفس اللي صار سنة 1915. بعد 100 سنة من الإبادة كان مفروض يكونوا على الأقل 20 مليون نسمة، مين هيجيب حقهم؟ مين بيتحاسب عليهم وعلى حقهم؟ نطلع فاصل ونكمل كلامنا بعد الفاصل.